تنظر إلى كل شيء من حولك، الماضي المتراكم والتاريخ الطويل والمستقبل المتوقع والمرسوم وفقا للمعطيات. تستعرض شريط قصص ذكرياتك أمامك، تراجع كل اللقطات وتحلل كل حوار دار وكل نتيجة وصلت إليها، ثم تتفقد حصالة الأيام، تلك التي اختزنت فيها الغالي والثمين، صفوة التواريخ واللحظات والمواقف ونخبة الأشخاص والأعزاء. هي عادتك كل مساء، تطرح مكتسبات العمر أمامك ثم تتمعن فيها كأنك تبحث عن شيء ناقص، تستجوبها بصمت وكأنك تنتظر اعترافا منها بشيء. وفي كل ليلة تنطفئ النجوم ويغلبك النعاس، فتجمعها سريعا داخل الصندوق وتنام دون إجابة ودون سؤال موجه إليها من الأساس. لكن في تلك الأمسية تحديدا اكتشفت شيئا يخص هذه المقتنيات. رغم ترتيبها وانتظامها وصحة نسبها إليك وطول عشرتها معك، اكتشفت دون مبرر ودون سابق إنذار أن لا شيء يعجبك. النص المفقود آخر كل ليلة هو أن كل هذه الأشياء لا تعجبك، ما آلت إليه الأمور وما اخترته سابقا بإرادتك، ما تأخر وما أتى وما ظننت أنك قد تخطيته، بل لا تعجبك حتى طريقة تعاملك مع الأشياء والظن فيها وطريقتك في إطلاق الأحكام والأسماء وآلية ترقيتك للأشخاص والعلاقات ورفع أسقف الآمال والتوقعات. عود ثقاب أشعلته في تلك الليلة، ظللت تحدق فيه وهو يحاول أن يتغلب على ظلمة أفكارك، ولما أوشك أن ينطفئ رميته على ذلك الصندوق لتحرق كل ما غنمت من الأيام. أصدرت حكمك يومها أن كل شيء سيء وبلا معنى، لم تتوقف عندها بل صببت غضبك على الحياة وعلى الأقدار وكل اليوميات. غادرت مكانك خفيفا فارغا، لا خفة من تخلص من حمله ولكن خفة من أنكره وأعدم وجوده. حقيقة قاسية أقررت بها، لن تكذب نفسك، لا شيء يعجبك هي العبارة المفسرة لكل الأشياء التي لم تذق لها طعما، هي التأويل الأقرب لحالة الملل والاستغناء الملازمة لك، هي العنوان الأنسب لقصتك التعيسة الساخطة على الأشياء. أنا محمد عبد الرحمن، أستغل ازدحام الناس وتشابه ملامحي مع الكثيرين للتردد على الأماكن باستمرار دون أن يلحظني أحد. أزور المقاهي وأمشط الشوارع وأستغل المواصلات العامة، فأصطاد عن دون قصد أفكاراً ما من حديث عابر أو تصرف عفوي لتكون عناوين وموضوعات أتشاركها معكم في بودكاست أزرق. أفكار لم تلق حظها من الانتباه، وتفاصيل صغيرة ربما تختلف نظرتنا إليها مع كل حلقة. المهم والمهم جدا للأمانة أنه ربما تستمع الحلقة ذات مرة وتكون أنت صاحب الفكرة في الأساس. قد يكون حكمك نهائي، لكن تقبل مني هذا الاستئناف. أقول يا صديقي، ربما تلحظ انخفاضاً في جودة صحتك النفسية وشيئاً من الكدر المستمر دون أن تجد مبرراً لذلك، وتجد نفسك مسترسلاً في إطلاق مثل هذه الأحكام.
لكن عندما تدقق النظر تجد أن حقيقة هذا التردي غضب، غضب بطريقة ملتبسة غير التي اعتدت عليها. ثمة غضب مألوف يصحب بالصراخ وارتفاع الصوت، يأتي كثورة تنطفئ بعد انفعال التعبير. وثمة غضب آخر مزمن يجدد نفسه بشكل يومي، يتسلل ويمارس سلطته في صمت ويسطو على التفكير وردات الفعل. الغضب في جوهره فقدان أمل مع مفاجأة، وجوهر تجاوزه كحالة تفهم ومبررات ومنطق يحتوي ما حدث. لكن ما يجعل الغضب الصامت مستمراً أن هذه المبررات لا تأتي وتتمادى علامات التعجب في البقاء، فتجد نفسك مرغماً على الاحتفاظ به. غضب في دائرة مغلقة يبدأ من جديد كلما حانت نهايته. كثيراً ما نمارسه على الأشياء التي لا دخل لنا فيها كالقدر والعائلة والظروف، والأشد أن نمارسه على النفس، تلك التي حاولنا مراراً تقويم شيء فيها وعجزنا فلا تبدلت ولا بوسعنا التخلي عنها. في الحقيقة أنت غاضب مع كل حكم بسوء ما لا سوء فيه، وأنت غاضب مع كل فكرة سوداوية تطرحها كرأي، وأنت غاضب مع كل ثقة تبخل بها على أمل ممكن، وأنت غاضب مع كل نكتة جاءت بعد الخذلان، وأنت غاضب في كل مرة تفسح فيها الطريق للإحباط وتستثقل عبء الإرادة. هو غضب صامت يجعل السخط أسلوبا للحياة، يلبس الأيام أثواب الحداد ويطفئ الروح على مهل، يفقد الأشياء شذاها ويفقدك أنت المعنى والذائقة. هنا أنت لا تحتاج لكسر كوب أو ركل وسادة، تحتاج مكاشفة وحديث طويل مع النفس تعلمها كيف تنتهز فرصتها في الغضبة الأولى قبل أن تألف الشعور وتصادقه، ثم أن تتقبل وتصفح عن ماضيك، لأن الماضي تحديداً على استعداد دائم أن يمتد ويصبح اليوم وغداً وكل السنين الآتية ما لم تخط بنفسك حدوداً له. الطبيعي أن يولد الغضب في النفوس ثم يشيع على الملامح والوجوه، لا يقيم ولا يعتاد ولا يخلد. أتفهمك، غضب مزمن على العلاقات وحظك العاثر فيها، على استهانة الآخرين بصدقك وعمى آخرين عن شعورك بالمرة، غضب مزمن على القوانين والأعراف، على القيود والحدود المرسومة لك، على العمل واجتياحه لحياتك، عن حياتك وتغيرها السريع دون اختيارك. غضب مزمن على فلسفات الحياة، على الأجيال واختلاف طرق التفكير، على ما يعرض على التلفاز وما يكتب في المواقع الزرقاء، على قانون الغابة وتأخر الانتصار للحق، على الفجوة الهائلة بين الواقع والمأمول، بين السطور والطرقات، بين الخطاب والممارسة. أنا كذلك نافست درويش وتفوقت على مسافر الباص، كما قال لا شيء يعجبني، لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال، أريد أن أبكي. وجدت عزائي في الأبيات وانتخبتها شعاراً للحياة، رافقت السيدة والجامعي والجندي وطمأنتني شكواهم، لكنني تراجعت عندما سمعت درويش ذاته يقول بعدها على هذه الأرض:
ما يستحق الحياة. أما أنا فأقول أنزلني هنا، أنا مثلهم، لا شيء يعجبني، ولكني تعبت من السفر. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. وصلت حلقتنا إلى نهايتها. أسعد بمشاركتكم الحلقة مع من تظنون أنها ستروق له من الأصدقاء، كما أسعد بتقييمكم للحلقة على أبل بودكاست وكافة منصات الاستماع. إلى أن نلتقي مجدداً في حلقة جديدة من بودكاست أزرق.